مشاهدي الجزيرة مباشر في هذه الجولة من إحدى المنازل بولاية نجضار الشرقية السودان، نرصد فيها أوضاع الفارون من مناطق الاقتتال عقب هجوم قوات الدعم السريع عليهم في شرق الجزيرة مدينة طنبول. نتعرف على أوضاعهم، كيف تركوا أوضاعهم هناك وأحوالهم الصحية والنفسية والغذائية. معنا، السلام عليكم. عليكم السلام أهلا ورحمة بك. الله. مصعب بشير، من وين؟ طنبول. الوضع كيف في طنبول؟ والله وضع سيء شديد. احكي لنا يا تفاصيل. يعني وضع سيء. الحصل شنو اول يوم طبيعي الناس مشت ماشية على أشغالها في السوق، فجأة حسينا إنه في أوضاع غريبة. الناس بدأت تتخارج، الناس بتقول الجيش داخل، ما في أي جيش دخل البلد. فجأة جو الناس الدعم السريع، مواتر، عربات، يعني حاجة ذاتنا احنا ما فينا أي حاجة. اللي حصل شنو ايوه؟ تسليم كيك، استسلام كيكل. الناس عرفت انه كيكل سلم، ثاني البلد البلد حصل لها شنو؟ يعني ورينا. غزو عادي، ده غزو، مواتر، عربات قتالية، ضرب. الناس رجعت البيوت، ناس الدعم السريع انتهكوا البيوت، ضرب، عملوا شنو يعني من ضرب، انتهاكات؟ نهب نعم. جوالات، ذهب، أسلحة، قروش. يعني وضع في إصابات، في أموات، في قتلى. والله الشوارع ملان ملانة شنو؟ جثث. يعني ممكن يسألوك نعم. انت بتتابع حكايتك، تقول له انا مواطن، يدوك طلقه، نعم، شيلوا قروشك، نعم، شيلوا ذهبك، يدخلوا البيوت، احتلوا البيوت، طردوا المواطنين من البيوت، دخلوا عرباتهم جوا البيوت، الناس طلعت كيف من هناك؟ ما خلوا زول يطلع، ما في زول طلع. ليش نو؟ العربات القناصين نعم، في بيوت المواطنين، قناصين من اي قوات الدعم السريع؟ دعم سريع، ما في جيش اصلا في المنطقه دي، منطقه بتاع الدعم السريع. نعم. ليها 8 شهور محتلين لنا ناس الدعم السريع، ده احتلال. ما سودانيين، اشكال ما سودانيه، ما بتتفاهم. الوضع خليته كيف هناك؟ ساعة في والله حاجة؟ والله والله يمكن الناس مشت بالليل في الظلام، مسافات، يعني ما اقدر اوصف ليه تعب. احنا 4 يوم ماشيين في الشارع، بس الحمد لله، الحمد لله. نعم، مشاهدي الجزيرة مباشر، هذه هي الظروف الإنسانية التي مر بها نازحو مدينة طنبول عقب وصولهم إلى القضارف وانضمام قائد بقوات الدعم السريع إلى الجيش السوداني، أثر عليهم تأثيرا كبيرا مما اضطرهم للنزوح وهجوم قوات الدعم السريع عليهم. أيضا في هذه الجولة معنا أحد المصابين من مدينة طنبول. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وشكر لله. جاي من وين؟ من طنبول. من طنبول. نعم. الحصل شنو؟ مبارك عبد الباقي توم. الحصل أنا خش عليه ناس 4 أنفار، الفوج الأول جوا في البيت، قال لي دارين قروش ودارين ذهب. أديتهم القروش اللي عندي وديتهم الذهب اللي عندي، فكوا فيها طلق 4 طلق بالجنبات. نعم. واحد يقول لك قتل، واحد يقول لك عمك كبير خليه. المهم فاتوا، قلت لهم شيلوا الموتر ده، فاتوا طوار جو. بعد ما فاتوا ديل جو 2 تاني خشوا علي وفوتهم، قلت لهم يا جماعه انا ما الناس دي شالوا قروشنا كلها وشالوا ذهبنا وفاتوا. ما قل من 5 دقائق جات عربيه مسيره، انا عندي شدره كده في البيت جنب البيت، وقفوا فيها العربيه دي وطلعوا فوق طفروا 8 أنفار، ناس عتاوله كبيرين شديد وطويلين. قال لي تجي ادينا ظهرك، اديتهم ظهري، دقوا طلقه بهنا بهنا، تل تل تل. خشوا جوا، انا كان معايا المراه والبنات، خشوا جوا، قال دايرين الذهب. انا يا جماعه الذهب ده شالوا الناس الفاتوا سعدين. قال لي لا، تدينا الذهب وتدينا القروش. شلنا بعض الذهب من المراه وديناه الناس، جيت اديله، قال لي بس ارجعوا. جدعوا انه هناك، قال لي تجيب قروش، قلت له ما عندي قروش. قال لي جيب القروش، قلت له والله ما عنده قروش. قال لي بيت زي ده ما يكون فيه قروش ما بنخليه. واحد قال له قتله، والثاني قال لي لا ادي ضربه فيه يكرهه. المهم قلت له ما عندي شيء، انا كان عندي شيء، انا بطلع لكم من البيت. انت شو
قالوا لا نكت لك يا ولا نخليك. قلت لهم انت قلت لهم شنو بعد ما اديتكم الذهب واديتكم القروش في شنو؟ واحد قال لي الشهد. قلت له جدا حصل حصل. قام قال لي واحد بدل تقول له دي ضربه فكره استعدل وممكن فاكين فيها 16 طلقه. 16 طلقه قبل ما انصبني بيجاوب بيجي عشان احترف انه في قروش وما في قروش. في النهايه اقنعته انه ما في قروش، انا بطلع لكم برا وفتش البيت لو في لو في قروش شيلوها. والناس اللي قدامكم اهو فكوا 4 طلق في البيت الثاني وانا كنت فيه، شالوا القروش كلها الموجوده شالوا الذهب. اصابتك دي من شنو؟ على الاصابه دي قال لي انه قتله بعد ما اديته القروش الذهب قال لي انه قتله. واحد قال لي لا اديه ضربه. فانا ماشي كده وادونا ضربه. ادونا ضربه نزفت دم كثير ودخت بعد الشيء كده ناديتهم قلت انا يا جماعه انا دايخ. شيلوني وخدتوني في انا كنت في الشمس. خدتني في السرير في الشمس. شيلوني وخدتوني في الظل ابو. يا جماعه انا راسي لاف. طبعا البيت ما فيه شيء، النسوان مشان والناس كلها مشان. واحد كده كويس كده قال لي ربط لي الحل ما بتاعته وربط رجلي. فالنزيف وقف. طيب يا جماعه عالجوني. الرصاصه موجوده داخل. هسه موجوده هاي. الان. الان هنا انا مضروب في عده في عده اماكن. فالمهم ربطني بالعمه بتاعته دي، نزيف وقف. قلت لهم خلاص يا جماعه زعفوني ودوني شرق النيل. ودوني اي حته، ادوني حصحيصه، ادوني مدني عشان اتعالج. قال لي بنعالجك هنا. ما في دكتور هنا؟ قلت له ما في دكتور، الحته كلها تمول كلها ما في اي زول قاعد. فخلوني كده في الشمس. طبعا نزفت دم كثير وراسي لاف وجلابيه ما لها دم يعني الشيء بهدله شديد جدا جدا. خلوني في الشمس وفاتوا. بعد شويه بعد ما فاتوا ديل ما اقل من 5 دقائق جو ناس غيرهم. قال لي دايرين قروش. قلت يا جماعه انا مصاب. انا الحاله دي عنه الحاله دي. وصلت مجموعات يعني كل مجموعه. كل مجموعه كله 5 دقائق. نعم. يعني مرات في ناس بيدوهم موبايل. انا فوتت 3 4 مرات بموبايل. ده موبايل شيلوه، ده موبايل. الموبايلات كم لان بس دايرين قروش. البيت زي ده سمح يقول لك لا طالما البيت ده سمح في قروش في ذهب. ادينا الذهب. نعم. بس لكن اصبته في رجلي دي والله قربت يعني قربت البتير. وفي اماكن جوا هنا ممكن اوريكم اللي عندي اوريكم ليه؟ يلا شوف ديك هناك. نعم مشاهدي الجزيره مباشر، هذه هي الاصابه التي اصيب بها هذا السيد في مدينه تنبول من قبل قوات الدعم السريع حسب افادته، وايضا في بطنه وفي اقدامه هناك. نعم نعم. لا زالت هذه الجوله مستمره معكم، ايضا معنا مصاب اخر من مدينه تنبول. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. محمد عبد الرحمن من منطقة تنبول. أنا من تنبول، كان جوني الدعم السريع في البيت وهاجمونا صباح الاثنين وخش البيوت وداهموه وفتشوه وشالوا قروشنا وشالوا ذهبنا تلفوناتنا. إصابتك شنو أنت؟ أنا إصابتي طلقة في الرجل. نعم. قالوا دايرين الذهب والقروش أخذوهن شالوهن. جو ناس تانيين بعدهم غزو ما صدقوا انه ما عندنا. بيجوا ناس تعاني بعدهم يعني ما حيصدقوك انه انت ما شالوا منك. حتى قلبوا الدواليب وكل حاجه ما خلوا لنا حاجه. الناس اللي بيجوا ثانيين لو ما لقوا شيء بيدوك طلقه. في قتلى ووفيات هناك؟ في قتلى كثير. ما شاهدتوه هناك؟ شاهدناه. نعم. شاهدنا قتلى كثير. عندنا اموات كثيره. وين؟ في الطرق ولا وين؟ في الاحياء. نعم. عندنا في الاحياء قتلى كثير وجرحى ومصابين لا عد لهم. طيب عندكم فكره عن الوضع الان هناك كيف؟ والله ما عندنا ما مواطن حاليا ما موجود في تنبور. كل المواطنين نزحوا. كل المواطنين نزحوا. نعم. عندنا وخالتنا يعني رجل تاجر شالوا منه ما يعادل 50,000 دولار كاش. نعم. العمله السودانيه. نعم. ما يعادل 50,000 دولار وشالوا ذهب ما يعادل 50,000 دولار. في انتهاكات ضد السيدات النساء هناك؟ ما شفنا حاجه. نعم. لكن أخت خالتنا ده قدام قروشه وقدام ذهبه وقدام أي حاجة. نعم. بعد قدام أي حاجة قالوا لي نحن داري. بعد شالوا حاجات كلها وعربيته، عنده عربية معدل تعادل 50,000 برضه. نعم. شالوا من حاجات قريبة 170,000 دولار. نعم. أداها لهم. بعد ما أداهم الحاجات دي كلها قالوا دارينا البيت دي داري سوقها معاهم. نعم. قال لهم أنا اديتكم الحاجات دي كلها
البيت دي اللي اموت معاكم. ويستشهد شهيد قتلوه طلقه. وترحم برضه على ارواح الشهداء. ما خلوا حاجه في دنبول، كلهم حراميه بدعم السريع. ما خلوا لنا حاجه في دنبول لنهايه. اهاكات شديده. نعم مشاهدي الجزيره المباشر، هذه هي اصابات هؤلاء الفارون من مناطق الاقتتال بمدينه دنبول شرق ولايه الجزيره عقب هجوم قوات الدعم السريع عليهم. اصابات بالغه من رصاص وغيره في وضع انساني حرج وصحي حرج جدا عقب نزوحهم لولايه القضارف وانضمام قائد بقطاع شرق الجزيره قائد بالدعم السريع الى الجيش السوداني. هاجمتهم قوات الدعم السريع وكثفت هجومها عليهم لحين وصولهم الى ولايه القضارف في ظرف انساني بالغ التعقيد. للجزيره مباشر ولايه القضارف شرقيه السودان عبد الرحمن جمع.